تقول بزاف هذيك السيده بنت المخزن وبنت الحكومه وخدامه في المحكمه بزاف ديال هذا. ما عرفتش واش في الكتابه ولا ما عرفتش. بعدا السيده ديال السيده خدامه مع العدل. كيفاش وقعت هذه الجريمه؟ في وهله مع الغوات غوتات مع صافي الدري اللي كيفوك تبعو اي اللي كيبغي يجي يفوك كيقول لي نخشيها فيك. دير اللي قالت كريمينال كريمينال تكخوا با اللي قالت وجوج ماس قد هكذا غير صغيورين بحال هكذا شده بحال هكذا بحال شاد شي وحاولو ما غيديرش لي بحال هكذاك. والاب كيقول لي من السطح قتل ما قتل ما قتل ما. هذا الاب عنده شي مشكل مع الام ديالو لا غير الاب اللي كيحرضوا عليها. اما هو ما عنده تخلاف السيد بحال اللي قلتي غير منعزل على حسب النظريه ديالي انا منعزل السيد غير بحال عندك ما عنده مع الدريات ما كيجمع مع الدراري ما والو. مشي ليك حنايا كنا في ديورنا كنسمعوا لهم بينا ديزا والدراري كيجريو 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 وجينا نشوفوا وقال لك الدري كيقتل فمو هي جارتنا. سيد الله يعمر لها الدار ما نكذبوش عليك. وهذا الشيء خويا اللي ولا في دار السلطان ما بقيناش قادين عليه. يلاه دابا باش مات الدري عندها 5 سنين راه الخبر في راسكم. ودابا السيد كيقتل مو كنطلبوا من القانون يدير المجرى ديالو لان هذا الشيء ماشي سهل على الانسان باش ينوض يقتل مو راه ماشي سهل اخويا. خويا جارتنا الله يعمر لها الدار سيد الله يعمر لها الدار راه الدار ديالها راه هي يا سيد الله يعمر لها الدار. انا ما عنديش معها علاقه بزاف ونعمه كدير مع الناس كدير مع الناس. مرأة مغربيه واعره المحكمه الرجوله اي حاجه غتقولش لي السلقوطه. المهم داكشي اللي كاين حنا اللي شفنا بعينينا نقولوا بدون زياده بدون نقصان داكشي اللي شافت عينينا. المهم بالنسبه للحديث اللي وقعت البارح داك الشخص اللي ضرب الاخ ديالو وقتل الام ديالو حنا كنا متواجدين هنايا في المحل هنا في المعمل خدامين. حتى كنتفاجئوا بداك الشخص اللي ضرب الام ديالو والاب ديالو جاي هاج جوج ماس ولابس ليكات داز من قدامنا هنا الزنقه خاوي ما كاين حتى شي واحد طلع للدار مع اصلا في الصباح كان بيناتهم شي مشاكل تناقروا الاخ ديالو. اللحظه اللي مشى هو جاب دوك جوج ماس كما قلت لكم جا الاخ ديالو ما شافوش راه طلع للدار. اللحظه اللي هبط هو يا تلاقى مع الاخ ديالو هنا بدا كيضرب فيه بدوك جوج ماس تبعوه اللي حدا القادوس. جات الام ديالو بغات تدافع على الولد ديالها مع تضرب كيغوت الشخص اللي تضرب دار الدوره الام اللي كتدافع عليه ودا جرات هذاك اللي كيضرب دار ليها ضربات هي وخشي لها موت في عنقه هنايا وبدا كيتثقف فيها. انا ما فهمت والو خرجت نقصت عليه شديته جمعت لي يديه طيحته بحال ما كدا ناضويت بعني قتابعني حتى الزنقه الراس انا درت على اليمين وهو دار على اليسار مشى بحال هكا وهرب كيقول لي انا غادي للحبس. ملي كيضرب فيها كيقول لها موتي والدراري ولاد الدرب هنا كلشي كيقولوا لي لا امك هذيك امك هو كيضرب فيها الاسعاف فاش عيطوا لهم الناس شحال ديروا ملي ضرب الدوره انا ضرب الدوره جيت هنا الام ديالو الاب ديالو طلع علينا بعدا بدا علينا خليه منه لامه خليت واحد هو ما هبطش كان في الدار ما شتا الرجل كيطول قال لنا خليه منه الام ديالو ما تدخلوش انتوما الدراري داروا فيه حتى الدراري بنادم بقى هذيك اللحظه هذاك المنظر بزاف الام مسكينه راه بقات واقفه ماشي طاحت ديك الساعه الدراري ولا الدرب هنا دخلوا الاسعافات شي واحد الفرمليه مسكينه جات دخلات هي دارت لها الاسعافات شويه عاونتها ولكن لومبيلونس تعطلات بزاف واخا تكون جايه من الرباط تكون جايه من الرباط بنادم يجي من الرباط يوصل هي ما جاتش. انا وشي دراري هنايا ولا الدرب حتى تشوفوا جوج خوت مطيفين مين تنجي خرجت الام تتفك فيهم الاخ ضرب خوه مين تمهرب قاتل الام مسكين قاتل الام شده بقى يضرب فيه 10 طعانات ضرب يما ضرب مين شافنا حنا جايين هرب لينا الاب من السطح تيطل تيقول لنا خلوه منه لا بعدو منه حشومه واحد طلق من مرته وباغي يولدو قتل ولد مو بقينا تبعناه هرب لينا ما عرفناش جينا درنا اسعافات دنيتها نقدو على ما يجي وقايل المدنيه مول الامانه الدامات حاولنا نحبسو الدم تنحبسو من جهه تخرج من جهه تتحبس الدم من البلاصه تخرج من البلاصه وقضى الله فوق كل شيء وما عندنا ما نديرو انا لله وانا اليه راجعين هادشي اللي كاين. رده الفعل ديال الاب ابو هو تيشجع الاول تاعو تيقول لنا خليه منه لا جيتي باش تفك جينا حنا ما جينا فين نوصلوا ليه تهرب لينا هرب تبعناه حتى لحدا درب اليهودي ما لقيناش ليه الاثر تاعو حتى شدوه البوليس شدوه بالجي بي اس تاع التليفون نمره التليفون تاعو باش تعرف المكان تاعو فين لقاو عليه القبر هادشي. لقينا الفاجعه اللي وقعت عندنا هنا في الدرب الله يرحم السيده والله
الا شتا الخير، انما الناس طيبين. قلتي عاوتينا هاد الدري كيفاش داير؟ واحد الانسان طيب، وكيفاش كيستقبل الناس، وكيفاش كيتعامل مع موالين الدرب نيت. انسان خلوق، انسان متواضع، هذا هو الذي امر الله. واشنو وقع؟ علاش كان السبب؟ هو كان الفرق بينه وبين الاب مع الام ديالو، فارقين، هذا الشيء ديال الطلاق ولا اسمه، ربما كان شي واقع الفوق في الدار عندهم، حيت الام كتسكن الفوق و ولا وكيقولوا هذا الشيء، والعلم لله كيقولوا قطعت عليه الضوء. ما يمكنش امها تقطع على ولدها الضوء، هادي كاين شي خلل اخر، ما يمكنش. شنو هو قضية الضوء؟ شحال غتجي؟ 60 درهم 50 درهم غادي بنادم يوقع عليه شي؟ لا ورس برك الله. شو لاج ديالو هو؟ شحال؟ شو العمر ديالو؟ شحال؟ راه يلا شدات لا غوتخيت دابا غير واحد شي 8 سنين ولا 9 سنين. كانت موظفة في المحكمة. انتوما هاد الدري هادي كيفاش كنتو كتشوفونا؟ ما كيبانش، ما كيجمعش، هذاك الوقفه ما كيجمعش مع الناس. والو والو والو، الا شتي تحلف عليه تقول الدري راه ولد العائله، ولد العائله الكبيره ما يدير والو. اتنزل يا خويا، نزل بحال شي واحد هي السير، كون جا شي واحد اخر كون خلاص سافيته هو. ما كاين اللي شدو، ما كاين اللي شدو، ضرب وهرب. ضربت اخوه هو الاول، هي من ضرب خوه هزيت الزرواطه مسكينه الله يرحمها، هزات الزرواطه ضربته للدار ويدور ليها دار ويكم بحال هكذا. ربطه جنوي، ربطه في اليدين باش ما تحيدش. ولك وهذوك اللي قات والليقه والليقه والليقه. هاد الجريمه كيفاش انتم تسابقتوا عليها؟ يعني السكينه ديال هاد المنطقه واش موالفين تشوفوا مثل هاد الجرائم؟ عمرنا ما شفنا بحال هاد الجريمه. عمرنا ما شفنا بحال هاد الجريمه، انه تخيل بيد راجل الدري يضرب الام ديالو بحال هكذا، عمري ما شفتها خويا. وبهذيك الطريقه، بهذيك الطريقه باش شفناها، بهذيك واحد الطريقه هي السيريه ديال البارح، ما عمرك ما تخطر لك على البال. حقد عليها بحال كنت مجنن عليها. زعما الام القدوه ديالو ضحات عليه وكبراته في الكريشه وعطاتو ليسان ديالها والحليب. كيفاش كتعامل مع ولدها؟ عادي مسكينه، من العشيه للعشيه كتجلس تما تحط قهيوه، ندوز نبقاو نسلمو على امي فاطمه كي دايره، امي فاطمه كي دايره. ما بعيده على بنادم، بعيده ماشي منعزله، هي باغا الراحه لراسها، ما عندها مع بنادم، ما هذيك النميمه والو. جدل هذاك هذاك الشنيع بحال. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.